يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهد النادي الاهلي في كل مكان، وكلهم طيب. وانت طيب يا شريف وبصحه وسلامه، ومحتاجين نسمع منك الجزء اللي مش ظاهر على الكاميرا، الناس اللي محتاجه تسمع منك التفاصيل اللي انت بتشوفها في التدريب، سواء في الناحيه الخططيه، التقسيمه، الجهاز الفني بيحب يعني يركز على ايه بالظبط في المران الفني مع كل اللعيبه شاركت النهارده في التدريب، ولا الصوره كانت بالنسبه لك ازاي النهارده شفتها في ملعب مختار التتش؟ خليني اقول لك وانقل لك الصوره من بدري. النهارده اليوم النهارده كان بادئ بدري، التمرين كان الساعه 5، ولكن الجهاز الفني للنادي الاهلي الجديد يمكن كان موجود من الساعه 1 الظهر، يمكن قبل كده كمان بنص ساعه، كان حريص يكون موجود في النادي، كان حريص يقعد ويبقى في اجتماعات مع الجهاز المعاون ويتفقوا على الفتره القادمه هيشتغلوا ازاي، ايه النادي الاهلي محتاجه الفتره المقبله، ايه اللي ممكن يشتغلوا عليه من اول النهارده وبكره تباعا، ايه ممكن نعمل كام مباراه وازاي نعمل مباراه، ولا نعمل مباراتين قبل السفر الى غينيا. السفر غالبا هيكون فجر يوم 11، طبعا استعدادا لمباراه كانو سبورت بطل غينيا يوم 14/9. النهارده كان في تطعيم الجهاز الطبي والجهاز الاداري في النادي الاهلي، شاطر في الحته ديت على طول، يبقى في ناس من المصل واللقاح عشان تطعيمات للجهاز الفني، طبعا تطعيمات للعيبه اللي واقفين الجدد في النادي الاهلي يطعموا علشان خاطر السفر في افريقيا. وبالفعل في الساعه 3 عصرا بدا التطعيم للجهاز الفني بالكامل الجديد طبعا ولاعيبي النادي الاهلي الجدد. يمكن النهارده التمرين تحت شعار اللمسه الواحده، يمكن مستر رينيه يمكن كان حريص النهارده اما يعمل بعد طبعا المحاضره اللي استمرت حوالي 5 دقائق في ارض الملعب مع اللاعبين في الخامسه مساء اليوم، في محاضره 5 دقائق اتكلم فيها عن المرحله المقبله، اتكلم فيها عن ان التركيز، ان اللعيبه تحاول تشد انظاره او تلفت انظاره ان اللي هيطبق تعليماته هيكون ليه تواجد في التشكيله الفتره المقبله، مش هيعتمد على اللي اتفرج عليه، اللي هيثبت نفسه في الملعب هيكون موجود في التشكيله الرئيسيه اللي اعتمد عليها في المباريات المقبله. وبالفعل تمرين حدث ولا حرج زي ما قلت لك تحت شعار اللمسه الواحده. يمكن الراجل بعد التدريبات البدنيه عمل تقسيمه يمكن هدفها كلها او تعليماته كلها كان فيها اللمسه الواحده، ما فيش تحضير كتير، استلم تسلم، اللانسر يكون قدام، ما ترجعش الكوره للخلف، التمريرات كلها تكون على الامام على الاجناب او في العمق، وتعلق في هذه التقسيمه عدد كبير من اللاعبين على راسهم حسين الشحات. يمكن النهارده عامل تمرينه ولا اروع ولا اقوى، عامل جايب النهارده هدف عالمي من اسيست او من اوفر لحسين السيد على صدره ولفه وباكورد كده، حاجه عالميه لفت كل انظار المتابعين النهارده للتمرين. على الجانب الاخر التاهيل مستمر لمحمد مدة بعد سمير لرامي ربيعه لكريم نسبه، يمكن خلاص في المراحل النهائيه بيتكلم محمد محمود وسعد سمير ورامي ربيعه. محمد محمود وسعد سمير بيتكلم حوالي اسبوع باذن الله ويحاول ينقلوا الملعب، رامي ربيعه باسبوعين، بن كريم نسبه حوالي 3 أسابيع لـ4 أسابيع باذن الله ويكون موجود في الملعب. تدريبه حره يمكن تحت شعار اشغال كرويه شرقه، الراجل تدريباته قويه جدا، اللي بتسيب حاجه للظروف، تمرينه قويه جدا جدا جدا، منافسه شرسه وعنيفه ما بين الحارسين الكبار، حارسين منتخب مصر محمد الشناوي الحارس المتالق في الفتره الاخيره، احسن حارس مرمى في مصر الفتره الاخيره، بيلاقي منافسه شديده جدا من شريف اغرام العائد بكل قوه، اللي بيحاول يثبت نفسه بيحاول يلفت نظر جهاز طبعا الجهاز الفني الجديد، يمكن بيحاول يخش معاهم في الصوره علي لطفي، تمرينه ولا اروع ولا اقوى، الكل شغال، الكل بيحاول يحتاج، الكل بيحاول يلفت نظر المدير الفني. بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي باذن الله باذن الله الفتره القادمه مختلفه خالص، باذن الله الفتره القادمه يكون فيها انتصارات، ينفذوا بس تعليمات الراجل وباذن الله الانتصارات تتوالى والبطولات ايضا تتوالى كما عودونا لاعبي النادي الاهلي في الفتره الاخيره. طيب شريف، تمرين الامس قدامنا على الصوره هو جزء منه، كان التمرين في تلتين الملعب، كان واخد جزء من نص الملعب وجزء من نص الملعب وعامل مساحه اكتر عشان يشوف اللعيبه بشكل اوسع ويقدر يشتغل ويقيم المرحله اللي جايه مع اللاعبين عشان يبدا يشوف طريقه اللعب او التكتيك او الكواليتي اللي معاك يبدا يشتغل بيه ازاي. هل تمرينه النهارده كانت بنفس الاطار ولا مساحه التقسيمه كانت مساحه اقل؟ لا مساحه اقل عشان تبان قدرات اللعيبه في الاستلام والتسلم وتنفيذ فكره، اللي يستلم ويعرف يسلم لقدام مش لورا. فالنهارده صغر المساحه ايضا عشان يشوف الضغط، الضغط يبقى اقوى على اللعيب، يشوف اللعيب هيتصرف ازاي في الكوره تحت ضغط. انت عارف في المباريات مفيش لعيب يستلم براحته ومفيش لعيب بيسلم براحته، بيبقى في ضغط على طول من المنافس. فالنهارده صغر المساحه علشان يشوف اللعيب تحت ضغط بيستلم ازاي وتحت ضغط بيقدر يسلم ازاي، لقدام ولا على الجنب ولا لورا، يبقى حسب فكره هو، فكره كله تسديد لقدام على طول، عاوز كوره على طول سريعه، عاوز اللعيب يستلم على طول، يبقى صاحب رؤيه على طول، يباصي على طول الاجناب او في العمق. فالنهارده كانت التقسيمه اصغر من تقسيمه امبارح.
طيب وانت بتتابع التقسيمه بيبان قدامك طريقه لعبه معينه ولا لسه القصه دي ما بداتش؟ يعني لسه خلال الفتره القادمه لما بيتعرف بقى على امكانيات اللاعبين يبدا يطبق طريقه اللعب اللي ممكن يشوفها. يعني انت بتشوف في الملعب قدامك 4-4-2 او 4-2-3-1 ولا الطريقه اللي بتشوفها قدامك في الملعب عامله ازاي؟ تمام. احنا ما ذكرنا حاولنا نذاكر الراجل نشوف يشتغل ازاي في الطرق قبل كده. هو في عند اللخت وفي الفرقه اللي انتهى كلها كانت الاغلب 4-2-3-1 الى الان لسه ما اشتغلش على التكتيك بتاع طرق اللعب. اذا كان 4-4-2 بالمستمرات طبعا 4-2-3-1 4-3-3 4-3-2-1 ايا هو تظهر. يعني في حد دلوقتي الراجل لسه ما اشتغلش على هذا التكتيك. يمكن مع الايام القادمه يمكن هو طالب مباراه الفتره المقبله هيبقى مباراه وديه هيبدا بقى يشوف تكتيك الراجل اذا كان هيعتمد الفتره المقبله على اي طريقه لعب. ولكن من الواضح وهو حاله طريقه 4-2-3-1 الطريقه اللي معظم لاعبي العالم بيلعبوها الطريقه اللي بتظهر طبعا الحرفنه والكره الحلوه جدا للاعبي العالم. فغالبا هتكون دي وده شكل النادي الاهلي الفتره المقبله. ولكن هننتظر الى ان يشتغل في التكتيك وننتظر في المباراه الوديه عشان نشوف فكر الراجل على ارض الملعب باذن الله. طيب اخر سؤال يا شريف. يمكن طبعا الجهاز الفني السويسري بدا بعمليه صعبه قوي فكره التطعيمات والابر المتعلقه بالسفر والاجواء في افريقيا. هل كنت موجود معاهم شفت ردود افعالهم؟ لان انا فاكر من حوالي 18 سنه مانويل جوزيه لما بدا في 2001 وكانت اول سفريه ليه في انجولا مع بيترو اتلتيكو كان مستغرب من فكره التطعيمات والسفر لافريقيا، لكن اعتبر ده تحدي والاهلي فاز باول مباراه افريقيه خارج ارضه مع بيترو اتلتيكو تحت قياده مانويل جوزيه. هل كنت موجود معاهم اثناء التطعيمات وشفت الاجواء ولا بيبقى ما كنتش موجود ساعتها وما شفتش اللي حصل؟ لا انا كنت سعيد وكنت سعيد ان انا كنت موجود النهارده معاهم لان كنت بطلع معاهم فكنت حاضر. أيوة. تطعيم الجهاز والراجل فاكر الراجل قبل ما يجي سال او بدا يسال بدا يذاكر الكره المصريه الاهلي بيلعب فين الاهلي بيسافر فين طب لو سافر افريقيا هي البلاد اللي هيروحها. وبالفعل الراجل يمكن النهارده كان بيطعم بكل ثلاثه هم كانوا حقنتين النهارده خدهم في دراعه. فلا الدنيا بالنسبه له ما كانتش صعبه بالنسبه له. عنده تحدي كبير عنده تحدي اثبات الانجاز مع النادي الاهلي ويا رب باذن الله تكون بداياته زي بدايات مانويل جوزيه الفوز على ريال مدريد 1-0 والسفر اللي بدو اتلتيكو في انجولا والفوز 3-1 كان بداياته ولا اروع ولا اقوى. باذن الله رب يكون مستر فايلر يكون بداياته زي مانويل جوزيه باذن الله والاهلي يفوز على مباراه كانو سبورت 14-9 باذن الله. ان شاء الله وكل التوفيق ليك يا شريف. ان شاء الله تكون رحله موفقه وبدايه لاستعادة الأميرة الإفريقية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن مقرها الرسمي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. كل الشكر ليك يا شريف. بالتوفيق يا رب في المرحلة القادمة. بالتوفيق للنادي الأهلي يا رب في المرحلة القادمة.